يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينيك. كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر. دكتور علي الدعي استشاري في امراض الروماتيزم، حياك الله ومبارك عليك الشهر دكتور. الله يحييك على النوع عليك، ونشكركم على الاستضافه وان شاء الله نستفيد ونفيد من المعلومات اللي راح نقدمها للمشاهد. اكيد اكيد طبعا دكتور. دكتور في البدايه ابي اسالك عن الالم، شنو هو الألم؟ شنو تعريف الألم؟ متى الشخص اللي يحس في آلام معينة يجب عليه أنه يراجع أي تخصص أو أي دكتور تشخيصي للألم اللي هو يحس فيه؟ صحيح، في البداية أي مريض إنه يشتكي من ألم، ومعرفة نوعية الألم مهمة جداً أساس تدخلنا من الباب الصحيح لمعرفة السبب هذا الألم، وبالتالي تشخيص المريض تشخيص صحيح وعلاجه علاج صحيح. تعريف الألم هو إحساس غير جميل الإنسان يحسه، وهذا الإحساس الغير جميل هو العرض الأساسي اللي يجيب المريض غالباً إلى المؤسسة الصحية وعلى عياداتنا. الألم هذا طبعاً لا عوامل ولا أسباب، فلازم نفرق بين العوامل والأسباب. العوامل هي متغيرات في الحياة اليومية يمكن تزيد وتنقص من حدة العرض اللي احنا قاعد نتكلم عنه الألم. فمثلاً إذا الإنسان يشتكي من ألم في الرقبة، تلقاه راح يغير المخدة أو السرير اللي هو ينام عليه، غير الكرسي اللي يستخدمه. فحاول يعرف العوامل اللي تخلي الألم هذا فوق أو تحت. احنا لما جينا المريض في عوامل عديده تلعب دور في حده الالم، منها السمنه، منها نقصان في الفيتامينات، منها اسباب اخرى صحيه ناخذها لما نقيم المريض. دكتور يمكن اعتقد انه حتى البوزيشن اللي هو يستخدمه الشخص طوال اليوم، ممكن اذا كان يتواصل مع مثلا لابتوب ساعات طويله وبطريقه قاعد فيها خاطئه، ممكن ايضا تسبب له الام في الرقبه اسفل الظهر، مو ممكن كذي؟ اكيد اي شيء غير صحي ممكن يسبب ألم. فأنا لازم أعرف هل هذا عامل أو سبب. يعني مثلا يمكن يجيني مريض أغير القعدة اللي هو لا في السايل مال الخطأ، ولكن لا زال يشتكي من ألم. فأنا لازم أعرف إذا غير هالموضوع، يعني مثلا غير اللايف ستايل ماله وتحول الألم هذا من ألم إلى انعدام في الألم، فأصبح من عامل إلى سبب. ففي شغلات تعتبر عوامل وفي شغلات تعتبر أسباب. دكتور عشان نكون واضحين، إذا كان عامل ممكن تغيير الأمور اللايف ستايل مالته يكون هذا هو الحل، أما إذا كان سبب يجب أن يكون طريقة علاجية. أكيد هذا الفرق بيننا. في الإنسان يمين يقول دكتور أنا جربت كذا وجربت كذا جربت كذا ولكن ما تحسن الوضع، فبالتالي أقول اللي سويته صحيح قد يخفف حدة الألم لكن ما ينهي الألم. تعال عندي في العيادة أنا أفحصك وأتكلم معك وأسوي إجراءاتي التشخيصية لما أوصل حق تشخيصك الصحيح ومعرفة سبب الألم الأساسي. وخصوصا آلام المفاصل احنا نقسمها إلى ثلاث أنواع أساسية من الآلام. النوع الأول من الآلام الميكانيكية الناتجة عن الجهد، أنت مثلا تشتغل 6 ساعات، تشتغل أوفر تايم، وبالتالي يتعب جسمك، هذا يسمى ألم ميكانيكي، وأشهر الأمراض اللي فيه خشونة المفاصل. عندنا النوع الثاني اللي هو الآلام الالتهابية، اللي دائما يتعامل معها طبيب الروماتيزم، يكون هناك خلل في الجهاز المناعي، يبدي هاجم الجسم، يبدي سبب تورمات وانتفاخات. النوع الثالث أيضا مشهور جدا عندنا وهو الآلام العصبية، اللي تكون غالبا ناتجة عن مشاكل في العمود الفقري، تولد تيار كهربائي مزعج من الألم يعاني منه المريض، وبالتالي يحتاج لتقييم معين. ممتاز دكتور، عندي الكثير من الأسئلة لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث مع دكتور علي الدعي. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عندنا من بعد الفاصل. دكتور علي كلمتني عن انواع الالام وفسرت لي اياها كتعاريف، لكن دكتور انا قمت احس في الام معينه، متى اعرف ان هذا شيء عرضي او هذا شيء مرضي يحتاج علاج معين؟
جاوبني على هالنقطة خليل دكتور. ممتاز، لازم نفرق بين العرض والمرض. فالعرض اللي هوينا غالبا المريض يشتكي من ألم معين، فمثلا نفس الإنسان تجي له حرارة أو ارتفاع في درجة الحرارة يروح ياخذ بنادول ولا خافض للحرارة، فهذا يسمى عرض. ولكن اللي فيه حرارة يحتاج يروح الطبيب أساس يعرف هل هذا التهاب فيروسي، التهاب البلعوم، التهاب في جزء من الجسم، في ميكروب داخل الجسم، وبالتالي يمكن يحتاج مضاد حيوي، وبالتالي هذا المرض اللي تشخص وتعالج فيه. كذلك ألم المفصل قد يكون شيء عارض بسبب تغيير في نمط الحياة، بسبب زيادة في الوزن، يمكن إصابة ملاعب، يمكن حركة غير طبيعية سواها المريض، يمكن بعد يوم يومين يختفي العرض هذا، أو أن تكون بداية لحالة مرضية معينة تحتاج لها تقييم بصورة أدق. إنزين دكتور، أنا الحين إنسان عادي قاعد يحوشني ألم معين، هل على حسب شدة الألم أعرف أني أنا لازم أروح الطبيب؟ ولا مثلا انا اعتبره عرضي يكون انه مثلا اوقات معينه ويروح او فصول معينه من السنه ويروح؟ يعني متى انا اعرفني لا يجب علي اني انا ازور طبيب؟ هل هو متعلق في شده الالم؟ مو بس شدة الألم، في عوامل عديدة تحددك أن أنت تروح حق الطبيب، سواء طبيب عام، طبيب الطوارئ، أو طبيب المستوصف، أو طبيب متخصص في مشاكل الجهاز الحركي، لأن في تخصصات عديدة، في أطباء العظام، في أطباء الروماتيزم، في أطباء الطب الطبيعي والتأهيل في العلاجات، كلها هذه فرق مشتركة بطريقة معينة لخدمة المريض. فالألم إذا كان ألم شديد وانت ما قدرت تستحمله، ما قدرت تاخذ مسكنات، او عندك مشاكل صحيه، نفضل ترجع حق طبيبك الاساسي، او اذا ما عندك طبيب عام يسمع منك ويحاول انه يوجهك حق التخصص الصحيح. اذا كان عندك هناك اصابه رياضيه ايضا اي دكتور يقدر يوجهك حق الشغلات اللي يتعامل معها الدكتور المختص. احنا كاطباء في تخصص الروماتيزم نتعامل مع الالام الالتهابيه. فالانسان اذا كان عنده تورمات في المفاصل خصوصا في فتره الصباح الباكر في اكثر من مفصل، الالام هذه ما تحسنت بالمسكنات اللي يقدر ياخذها من الصيدليه او المتوفره في البيت كالبنادول او غيره من المسكنات الخفيفه، يحتاج يشوف طبيب مختص يقوم بتقييمه بطريقه دقيقة. وهذا التقييم نفضل أن يكون في المؤسسة الصحية. أدري الحين وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، ولكن هدفنا هو توجيه الإنسان اللي يشتكي من مشاكل روماتيزمية حق المختصين أساسي قيمة عن طريق التاريخ الطبي، الفحص الكلينيكي، عمل فحوصات دقيقة، وكذلك بعض الأشعات اللي يحتاج يوصل فيها حق التشخيص المبكر للعلاج المبكر. ممتاز دكتور، أنا أعتقد هو أهم شيء التشخيص الجيد على أساس المريض لا يصير فيه هذه الدوامة اللي ممكن يلف فيها على أنواع من الدكاترة. يعني لو يروح حق دكتور مختص في مرض معين وهني راح يرتاح وراح يوصف له الخطة العلاجية اللي يمشي فيها. دكتور خلال دقيقة لأن الوقت راح يسعفنا بالنسبة حق نهاية الحلقة، ليش دائما الآلام تكون متواجدة دائما بشكل واضح لما الواحد يقعد من النوم، وخصوصا الروماتيزم أعتقد دكتور؟ بالنسبة حق آلامنا، الآلام الالتهابية، الالتهابات تكون إذا كان الإنسان مرتاح تيجي تتجمع في المفاصل فتسبب تورمات، لأن ما عندك حركة، مع الحركة يصير هناك دورة مع مساعدة الدورة الدموية العضلات والمفاصل لما يصير فيها التهابات تبدأ تتوزع. أما إذا إنسان مرتاح نايم له على الأقل 6 إلى 8 ساعات يصير فيه هناك ترسبات للآلام هذه، فيما يقوم الصبح يلقى تيبسات سواء في مفاصل صغيرة أو في ركبة أو في ظهرة. نعم دكتور علي الدعي، أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.